أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا، بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وعشر كيني لواتن إي اللواد إي كتاب كيني قواعد الأجرومية. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأني وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. وإن إن واي وما ما واي ومن من واي ومهما واي وإذ ما إذ ما واي وأي أي واي ومتى متى واي وأيان أيان واي وأين أين واي وأني أني واي وحيثما حيثما واي وكيفما كيفما واي وإذا إذا واي إذا ذا سو في الشعر قبل قد يحديث أهاتي خاصة أخص وان قاري له ورشيخ خاصة قاري لد وإذا ذو وحان أجيدا مركي شعر كجرته markaasun bay amal falaysa sidaas uu sheekhu u jeedaa markaas ida oo fi shicir ahaato waan faas sheekhu wili wuxuu ku jiraa jawaazimti rahimahullahu ta'ala iyo ahkaamteedii ayuu ku jiraa horena waxaan u soo sheegnay jawaazimta inay u qaybsamayso laba qayb ma yajzimu fi'lan waahidan wax oo markaasi hal fi'il jazminaaye وانا سو شرحني قيبتا او هلك فعل جزميني سعشر كيني حالي ايان كسو قادني هلكا وحان كقودة قلينا مركاسي عشر كعاوة ما يجزمو فعلين وحلا وفعل جزميني ايان عشر كان كو قادني نا قيبتا لابد فعل جزميني وانا قبل الله با ان الى نهاية الباب بابك انتو كده ماذا وجوازمت هلك كده ماذا ايو بابك انو كده مانا يا مركاسي شيخ مركو حسو هرمري إن أيو سو هرمري مركو كهد لايي قيبتا لبدا فعل جزميني سا إن أيو سو هرمر شي هاي أم الباب واي قيبتا أنا إيدا أصل أوتا هاي مركاسي ساسو شيخ أسو هرمري حان أغاني نا مركا جوازمتي أو حالة أن سوق عادني كل قيد وحروف بدون استثناء إيادو أن وحبالك سور ريبيني لما أنتاد وحروف بدون استثناء سألها سنة كبرى روغي نعمل كاس مدى كالي وحا ملاحظة مدن مركي عن شيغيني لم إيا لما وعن شيغني مسائل لحا إني وداغان مركا ماشا شيغيني مسائشا سلحدا وعن شيغني إي وداغيان لم إيا لما مسألة أقول رئيسا وعن كو شيغني إني وداغيان معناها لم إيا لما مسألة كوبات محاية مايا مدى كوبات وغريس الحرفية حرف نما يوداغان وحيك لي وداغان مسألة البعض عندها النفي حق النفي كان وي وداغان وحيك لي وداغان عندها الجزم أو إني وحيس لي جزميان لبضو دبا فعل كأي جزميان وحيك لي وداغان قلبك أو معنه مضارعة يوجدها يان معنى ماضي وحي كلي وداغان دخول همزة الاستفهام هل مسألة إنك هل مام أو نشال إذين شيء شرع من ناشا سكو قرني مسألة ذاك لو حواي الاختصاص بالمضارع إني مضارع عقار كويهين وماضينا مقران أمرنا مقران اختصاص وخاء يلا بس هادوي الاختصاص بالمضارع إني مضارع خاص كويهين ومركاسي أي سنجلين لم يلا ما ماضينا مقران أمرنا مقرار مركز ما
marka halkaan sheekha marka wuxuu ka hormariyay markuu ka hadlay qaybta labada ficil jazminaysa in ayuu soo hormariyay markaas in ayuu soo hormariyay marka in marka waxa waaye markaasi iyadaas ayaa ugu horeysa qaybtan markaasi min laga bilaabo ilaa oo markaasi laga gaaro idaa oo baabka uu ku dhammaanayo waxay isugu jiraan asmaa iyo xuruufa isugu jiraan qaar ka midana waa asmaa qaarna waa xuruuf waxaa marka xuruuf ka ah qaybtan waxaa xuruuf ka ah idmaa iyo in labadaasaa xaraf ka ah inta kale waa asmaa waxaa xaraf ka ah qaybtan labada ficil jazminayso in iyo idmaa labadaasun baa xaraf inta kale waa asmaa aa meesha ibnu maalik uu leeyahay raximahu llahu tacaala waxaytumaa annii xarfun idmaa ka in wabaaqi ladawaati asmaa wuxuu ku leeyahay ibnu maalik raximahu llahu tacaala macnaha idmaa iyo in labadaasuu laiska fiiray labadaasaa xarafa wabaaqi ladawaati asmaa waxaytumaa annii xarfun idmaa ka in wabaaqi ladawaati asmaa sidaasuu ku leeyahay markaas adawaadka kale oo jawaasimta waa asmaa uu ku yiri keliya in iyo idmaa labadaas unbaa xaraf ka ah marka qaybtaan marka labada ficil jazminayso dhinac kale markii laga fiiriyo culummada waxay u qabsheen wax ay waajib tahay in maa lala xiriiriyo iyo kuwa ay mamnuuc tahay in maa lala xiriirsho iyo kuwa labada wejba ay ku bannaan tahay culummada waxay u qaybsheen dhan kale markii laga fiiriyey jawaasimtan qaybta labada ficil jazminayso qayb ay waajib tahay in lala xiriirsho maa saasay u qaybsheen macnaha maa yajibu qarnuhu bimaa wamaa laa yajuuzu qarnuhu bimaa wamaa yajuuzu fiihi lwajhaan haddaan carabiyeyna markaas sidaasay noqonaysaa saasay u qaybsheen maa yajibu qarnuhu bimaa wax ay waajib tahayba in maa lala xiriiriyo oo aan laga reebi karin oo haddii maada laga reebo laba ficil maba jazminaayoba haddii maada laga reebo maa yajibu qarnuhu bimaa midkaas marka oo markay meeshaas ku marayso labada labo waaye qaybta oo in maa lala xiriirsha ay waajib tahay waa labo labadaasi maxay tahay waxaa waaye xaythumaa iyo idmaa labadaas in maa lala xiriiriyo waaba waajiba labadaas in maa lala xiriirsho waa waajib waa waajib waa idmaa iyo idmaa iyo xaythumaa labadaas in lala xiriirshaahi waa waajib xaythumaa iyo idmaa oo xaythumaa iyo idmaa haddii maada laga reebo wax shaqaa ay qaban karaan iyo waxay jizmi karaan midna ma jirto koofiga ay wataan ay ku shaqaynayaan ayaaba ah maadaas haddii laga qaado waa markaasi jagadoodii halkaasi ku baabaada wax ay qaban karaan markaasi ma jirto qaybtaas marka waa waajib in lala xiriiriyo maa micnaha xaythumaa iyo idmaa waxay mamnuuc ka tahay oo xaythumaa aan la gelin karin oo mamnuuc ay ka tahay maa 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 kale ma daba dhigi kartid oo ma dhigi kartid maa maa waxaa kale mamnuuc ka tahay man man iidana lama dhihi karo man maa macquul ma aha mahmaa iidana midda saddexaad mamnuuc waa iidana mahmaa maa ma dhihi kartid waxaa kale mamnuuc ka tahay annaa annaa maa macquul maaha iidana saddexdaas afartaas mamnuuc ay ka tahay laba waxaan dhahna waa waajib in maada lala xiriiriyo waa xaythumaa iyo idmaa oo haddii laga reebabo maba shaqaynaysaba oo waxba jazmi mayso afarna waa mamnuuc in la geliyo micnaha maa in la daba dhigo waa mamnuuc waa maa iyo man iyo mahmaa iyo annaa afartaasina waa mamnuuc
انت صوحي كصهري وباقي الادوات يجوز فيه الوجهان انت صوحي كصهري لبو وجه كوبنان اما ماذا لحرير دارتي اما كرب هذا يكون تعالى مركز اختيار هاي ستا مركا مركا واسداس ولو ماذا مركا سيلو اي افضو ذاتو وعي كو كل ميان بيدي كو كل ميان معناه وعي دهين تلزم ما في حيث ما وإذ ما وامتنعت فيما ومن ومهما كذاك في أني وباقيها أتى وجهان إثبات وحذف ثبتا أنا عليه تلزم ما في حيث ما وإذ ما وقال تلزم ما في حيث ما وإذ ما الله بدي واجب كاهد إن الله دبر تلزم ما في حيث ما وإذ ما وامتنعت في ما ومن ومهما وامتنعت في ما ومن ومهما كذاك في أني وباقيها أتى كذاك في أني وباقيها أتى وجهان حذف وإثبات ثبتا كذاك في أني وباقيها أتى وجهان حذف وإثبات ثبتا تلزم ما في حيث ما وإذ ما وحين لازم يساوك ويواجب تهي ما إن لازميه حيث ما يئذ ما وامتنع دوحي ممنوع كتهي أون لا أقلين في ما ما إن ما لدبرده من سيدوكالي إيه مهما كذاك في أني أني نقدر سوك يروى الله مد إذن أفرت أصلا ما أقل ما إيه من إيه مهما إيه أني وباقيها أتى وجهاني انت سوحك سوهر وعوك يروحي كتمد لبوج إثبات وحذف ثبتا أما حذف سوهر ملا دارب سيد وإثبات ثبتا أما إنا إسكجر تيدو حكا عدف تيد ماذا إيه إنا أصبتو لبدا بواكوسا ما يكرتاو كل إيه مركز لبدا أصبا واتكوسا ما يكرتاو مركز شيخ مركو وحوسو هرمريي والله قرت سماها بيتكس شيخ مركو حسو هرمر شيء إن أيو سو هرمري إن مركو ترين أي جوازيم تلبض في عل جزمين يسو إن تاس مركو بالشرط أن تكون شرطية إن تاس وإن النقطة شرطية إن النقطة أي شرطية مركز إن إلين إن تان لغة العربية أقسام بدن يكون تماذا أنت مركو أنت مركو جازم نقطة يسلب في عل جزمين يسو انت اسوا ان اهات ان شرديه او شردي فائدينيس واخ اسكو خيرن او شردي كان شردي لوغ دغاي كان انو دحو وا ان انت اسكو فائدينيس كقوله تعالى ان تنصر الله ينصركم اوكله ان تنصر الله ان تنصر الله مضافه ماشي كحذف الى اله هذه غرغار كاغه ما باهنا ان تنصروا دين الله إلهي دينتي سعداد أهي لسانه أقرقارتان ينصركم إلهي أسقنا إذين قرقاري إلهي أسقنا وإذين قرقاري لكن نصر إلهي محوكو حرينيه نصر الدين إن لهلو دينته إن لو قرقارو دينته وحال يري حقوق سدحة أي الله ذهو لو قرقارا ملكا أقرقاريس حقا كوبا دوا أنا هورتا مركو رب براتيد مركو رينا براتوار حقا لبادنا waxa baratay inaad maaratay aad ku amar fasho xaq saddexaadna in ummada si gaarsiiso aadan meel la fadhiisan oo dadka kale aad barti saddexaas xaqay leedahay leeyir qofal banow la weydiiyaa saddexaas xaq maalinta qiyaamo inuu gutay iyo in kale la weydiinaya in tansurullaha ilahi hadad u gargaartaan diintiisa yansurkum ilahi asagana idin gargaari marka inta shardiyada sidaas lagu yaqaanaho mid ka hore in la helo waxa shardi u ah kala labaad in la helo taasoo kala shardi noocaas
وإني كنت سيسا وإني كنت سيسا ومركز إنت أسمرك وحاكو بحيسو إنت أوليرا المخففة وحاكو بحيسو إن المخففة ما المخففة محيط هاي معناها المخففة من الثقيلة واي ومرك إذا وروحي إهد إن إهد مركا صالة تخفيفيو إن أليري إنت مخففة أياكو بحيسو إذا فعل مجزميسة إنت مخففة من الثقيلة مركا إتاي وح إي جزميسة مالها سيدا داتري هذا وكلا إن زيد لقائم ناتري زيد واتاقينه إنت وح أو معناها أي سوكر دي سيء وحي ماشا كهيسو مجر توائم الكاس ومخففة من الثقيلة وحاك لوكو بحيس إن الزائدة إن الزائدة وهي التي لا معنى لها وامدا وح معنى لهم بوا زائد إنت زائدة دا أيضا مرك إنت أو عمل فليس أو فعلك جزمينيس وإن الشردية انت شرديه دا و انت شرديه دا مركا انتاس لبدا فعل او اي جزمينيسو او ميدكا هرانا فعل شرديه يهي ميدكا دنبانا او يهي جواب شرديه لبداس فعل افر ميدكا دا ينقون كران اني نقدان لبا ماضي اني نقدان لبا مضارع كان هرا انو مضارع نقدو كان دنبانا او نقدو ماضي كان هرا انو ماضي نقدو كان دنبانا او نقدو مضارع أفرتاس وجه أيكو إمان كرتا أفرتاس وجه يكو إمان كرتا وماشي أولي يا ابن مالك رحمه الله تعالى وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين يحور ابن مالك وماضيين أو مضارعين لبا ماضيين نقون كران أما لبا مضارعين نقون كران تلفيهما أو متخالفين أما وحين نقون كران لبا إسخلافته أو متكور إنه مضارع نقضه كان دمنا ماضي نقضه أما كان هراء ماضي نقضه كان دمنا أو مضارع نقضه ماشي أمرك وحكا قصو بحيث الصور أربعة أفر مسألو أي أمرك هاسيك هذا إمانيس متك هراء مركا لبداس فعل أي جزمين آيان متك هراء وحالو مقا عابا فعل الشردي متك دمنا وحالو مقا عابا جواب الشردي جواب الشردي وحاكا لو مقا عابا متك لباد جزاء الشردي نوالي هذا لبدا تعدونتو آيات كو مقعابي كرتا مركز بسم الله مركا مثالك إن وحان كرد لغانينا إلهي قول كيسا إن تنصر الله ينصركم إلهي دين تيسا هداد وقر قارتان ينصركم إلهي أساقنا وإذين قر قارية إن حرف شرد جازم يجزم فعلين الأول فعل شرد والثاني جوابه وجزاء